تعرف الكلام اللي يقول فيه صحيح برشا، صحيح صحيح على الاخر. تعرف علاش؟ خاطر انا نشوف من اللي عايشته انا، ولدي بريسك 17 سنه كيما تقول انت، تعجنوا فيهم معناتها لي رابور الكل بالكلام، معناتها بالغناء بالكلام. سي بريسك كانوا عالم موازي بالحق، كانها تونس معناتها قراءة لتونس بطريقة أخرى بنظرة أخرى. وقديش هالليزادوليسون هذوما هالمراهقين قديش ما عندك حتى فكرة، أنا راني غنيت الراب الكل نتاع تونس الكل نعرفهم. أيوة. وحفظتهم الكل. أي تشكر ولدك معناتها اللي هو حفظ. حابة تغني لنا شوية هي مصور تو. لا با دو تو. ياخذك زيدون. يقول الراب الباهي والخايب نتاعو، نسمع الكل شيء، نسمع على خاطر نعرفوا، نحب نعرف زاد هو شنو يسمع. أي الحاجة اللي 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 قلتها وعجبتني برشا. احنا ياسر قراب باش نبدلوا تونس بالحق راهو. والمشكله مش مشكله الثنيه التوا معناتها ما نحبوش نقتنعوا اللي راهي ثنيه تبدلت، راهو ثم ثنيه اخرى كيما الراب. انا الحقيقه حتى هنا عندي ساعات تراك تيراوا نواري بلون غامق فما كلانتونسيتي، اما انا عندي نوع من الميكسد فيلينغ نحب نعديه للعباد ما بين انه يخمم يتفرج يحب يفهم الحكايه، نشرجيه نموتيفيه على الحكايه هذيك. معناها اكثر من انه لا ما فما شيء وهذاك هو الوضع نتاع البلاد وربع يديك وشد القهوه. ليه ليه نحكي له على الحاجات الاكتويل، على الشيخه اللي عايش فيها، على مشاكله، على قرايته، على علاقته بدارهم، هذه الكل نحب نحكي عليه. تعتبر روحك عندك مسؤوليه انت كفنان اليوم تجاه معناتها الناس هذي وليزادوليسون؟ مما لا شك فيه، عندي بابا وامي ولاد حومتي وانا كبرت امبليكي في الحاجات هذوما، نحس كيف نقدروا الكبير والصغير، معناها نحسها في وسطي الحكايه هذيك. حتى كان ساعات يجي تراك كما قلت لك نحب نعمل حاجه خفيفه كي حتى عملت تراك اسمه توا بديت، معناها نقول توحش نشوف تونس زاية ضحكه من قلب الناس الباهيه، كوميرس يدور العباد لا يجي وقت الفطور تولي الناس كلها شاهيه، ما لقيت حاجه خفيفه وحبيت نحكي على تونس اللي متوحشينها، عندنا برشا عباد ما تصبحش على بعضها، حتى جار يقول لك اسمع الباب التربق ماذا بيا يخرج وما نسلمش عليه، كل شيء يسلفني ولا يحكي لي، قبل الجيران تعرف بعضها، كان نحكي لك انا باب الفله زناق الناس كل تعرف شنو طيبت. وذاك يعرفوه ما عندوش، الناس كل تدخل تاكل من عند بعضها. فما حاجات كانت مزروعه فينا قويه ياسر ماتت بالوقت. نعيشوا في موندياليزاسيون في وسط تونس اللي هي رقعه جغرافيه صغيره. قتلونا بالحاجات الجدد هذوما المتصنعه، انت تعيش في تليفونك ولدك في بيته وامك غاديك الناس حتى واحد ما يعرف على حتى حد، ما عادش نتلموا على الطاوله. تلموا كان في رمضان نحن على الطاوله والبرودويات نبداو نكريتيكيو كل شبيه صور هكاك والبلون يرعش ولا وإذا لقينا برودوي إذا لقينا برودوي عندها ونجيك واحدة. جست حاجة أخرى كلمة. الراب والفلوس نتاع الراب معناتها باش تنجم تعمل غنية وباش تصور كونت تقنيين جدد ومصورين جدد ومخرجين جدد توافقني اللي معناتها في الصون في الإيماج في المونتاج في كل شيء. وبالنسبة لينا كانها حاجة معناتها سي لا ان بو لا فولغاريزاسيون دو ميتي اي سي تري بيان. انا متاكده اللي ثم شكون معناتها وحده يتعلم مونتاج وحده يعرف وحده ولد حمده يحكي لك زياد على العباد اللي يخدم معاها راهو ليكيب سينيور معناتها ولاد سينما نحكي ولا صالح بركه هيدي تليش ديكور هكا ولي احمد ثابت دي او بي احمد ثابت دي او بي بتاع فيلم بوليس بتاع بيجدي. شو هو انا كي ريتم بكري قبل ما نبداو الحلقه انا ايش قلت لك على الكليب بالحق فريمون برافو الحقيقه الكليب حبيت فيسع مش نقص عليك انا اكزيجون برشا. حتى مثال 2022 سافرت لمصر مشيت صورت وحدي يسخيلوني صورت مثال معايا برودكسيون مصراويه، ليه مشيت صورت في الهرم وحدي، ممنوع عليك تصور في الهرم. لازم اوتوريزاسيون يمكن من وزاره السياحه، وزاره الهرم عندهم زاد اسمها هذيك، معناها يمكن راني تو موقف في مصر، اما لي نمشي لمونريال نحب نصور وحدي، اكزيجون ماذا بيا العباد اللي يتفرجوا فيا يقول لك اغزر وين مشي وين صور، اليوم العباد اللي في الفيترينا ما بين قوسين زملائنا شلكوها. إيلوسفير نامبورت، انت تو ليماج دو بيي انت راك اليوم تصويره ماذا بيك تعطينا ايماج كاسحه وتصويرها كاسحه وصون فوالا حاجه باهيه لتونس. شو اول مره نسمعوا اون كارت بوستال وحيده فيا لو راب. كارت بوستال فيها ان كوتي بوزيتيف بالعكس كيما قلت انت فما عالم جديد قاعد يتخلق باللي جون رابور لي رابور اللي هكا لي زادو يحبوهم حاجه جديده معناتها
سي ميساج جديد نسمعوا فيه ان ديسكور بلوتو ان ديسكور اللي مش معتاد عند لي رابور هو سي تان ديسكور عند لي جون مزيان برشا ويرفع نقاط ايجابيه جدا انا كيما هندا ما نسمعش الراب لكن اولادي كل ما تهبط حاجه جديده يجيبوا لي التليفون يجي اتفرج شوف الكليب هذا شوف فلان شوف فلان فما مره كنت نحكي ليونس قلت له صارت نكته انا هابطه في المطار لاني ما نسمعش الراب برشا هابطه في المطار فما فنان طويل فنان شخص طويل هكا وخشين وجا سلم عليه قال لي مدام وحيده والله فرحت اللي شفتك وكل سلمت عليه بطبيعه ومعايا صحفيه شيماء شمام يا اخي بعد ما صارت قلت لها يا اخي تعرفوا قالت لي يا اخي راهو جنجون فهمت عادين روحت لاولادي قلت لهم والله راهو هكا وهكا وجبت لهم التصويره معناها اللي صور معايا حسيروا طايرين بالفرحه وجبدوا لي الاغاني وبداوا دونك اللي انا حبيت نقوله انه الفنانين هذوما لي رابور بكل انواعهم يعني بكل اختياراتهم كيما بالحسن توا مختار طريق والرساله والكلمه الجميله كيما الرابور اللي اختار نوع اخر من الكلمات كلهم تواجدوا غصبا عن الجميع اش معناها؟ معناها مسموعين كلهم مسموعين الجينيراسيون كل مسموعه لكن هنا مريم نحب فما نقطه ايوا نعرج عليها فما حاجه هما موجودين عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي والناس كل تسمع فيهم فما نقطة الإذاعات والتلفازات فما أغاني راب نجموا نعديوها ما فيهاش كلام مثلا لا يسمح بتمريره يقولوا احنا بين الظفرين في وسائل الإعلام وسيخ بخلاف الراب فما لي فاموز فيرسيون كليد معناتها يعملوا اون فيرسيون اللي تنجم تتعدى معناتها وفما دي جون وسي قاعدين يعملوا في محاولات فنيه موسيقيه مزيانه لكن اذا كان تسمحوا لي باش نقول هذوما ما يتواجدوش في البرامج هذوما مثلا كي تجي تعيط لهم تقول له ادفع باش تظهر مثلا في برنامج اللي هو مش حلو احنا موجودين باش لي جون هذوما ياخذوا ثنيتهم معناها نعاونوهم هو موجود بالصيف عليك موجود موجود في الهواء اما انت عاونه عاونه يعني في التلفزه عاونه في الراديو علاش انا كي نحط انا الراديو في 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 الكهرباء وانا نسوق نسمع 100,000 اغنيه شرقيه ولا من اي دوله اخرى وما نسمعش تونسي عليه انت تعمل لي ما تركاش في وذني برشا اغاني وما تحطليش تونسي انا الدعوه اللي نحب نقولها في نقطتين خذوا لي طولت اللي هما لازمهم يفتحوا الابواب للي جون هذوما ويخليهم يتواجدوا والنقطه الثانيه التجارب نتاع لي رابور اللي عملوها مع فنانين توانسه كبار شويه في العمر كانت زاده جميله ولقاء الاجيال كان حلو برشا بين بعضهم. نحن زاده خدمنا مع الاستاذ لطفي بوشناق معنا غنايه امباير ودبليو ان دي ولطفي بوشناق كانت غنايه اسمها نبني حابين نحكيو فيها زاده على الكونستركسيون توا ميساج نتاع جينيراسيون واحد من بعديك نحكيو على حقوق تاليف اليوم لهنا يحب ياخذ من عندك في الميديا اما ما يخلصكش. على خاطر من بعديك اش معناها ما يخلصكش؟ معناها اليوم اون برانسيب كيما ساسين في فرنسا كيما كي باش نهبطوا نحن موزيكا اون برانسيب راهو يديتكتيك في كل وقت عديت منه كسوا في راديو ولا في تلفزه ولا في ميسيون ولا في 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 فيلم تاخذ عليه حقك نحن ما نحبوش ناخذوا حقنا لتوا مازالت مش محصوره الريفوني للارتيست انما يخصم موجوده معناتها الديريكسيون هذه في وزاره الثقافه ولا مؤسسه موجوده مؤسسه كهواء مؤسسه شقفوا برا للاسف فما كان عمل 2000 في النهار وتسمى ولا في العام تسمى به برشا الحقيقه ما تاخذش اليوم فهموا العباد هذاك تقول لك عديني نبروباجي نورمال عندي مهرجاناتي يعيط لي في التلفزه نمشي نعمل باساج نتاعي فما توندونس نحارب بها يقول لك انا غاديك المعاملات زاد التعاملات مع تزير يا مرار كم صار وتحل زاد المارشي اليوم يقول لك انا نخدم مع واحد من لبنان نمشي نعمل عروض لبرا في اوروبا وليت كبروا النوامر ياسر 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 لين خلقنا مارشي بالحق دونك اليوم كيما نقول لك لي تكنيسيان طلعوا صغار صغار رسمي له تليفون وكاميرا ويكلوا يخرجوا كليب ويكسر الدنيا معناها من لا شيء خلقنا حاجه لغتهم يفلوغيو 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 اوكي جاي من فلوغ اي فلوغ سي يونس فينك في هذا الكل انا نعرف الراب اللي يحكي عليه بالحسن المدونه الشفويه الشعريه من الشعر الشعبي كانوا عندنا شعراء ولتو بالحسن كان يثبت نهار ولا يشوف يدخل على الانترنت ويشوف الفلو معناها الكلام اللي تقال عن الشعراء سيرتو في المناظرات الشعريه شبه شويه بالضبط شبه شويه دونك عندنا الجنوب اما مش كلاش مش كلاش لا 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 بيان سور هو من كلاش يحكي ديكود مدينه بعظمه بالضبط صيفر دونك
الراب اللي بدات السبعينات حتى الثمانينات ثم في الالفينات وقت بدات يستانس مع الناس ولا يقرب للناس ولا يدخل الديار الكل سواء في العالم الكل انا يظهر لي كيلكو باغ هو شكل اخر من اشكال الاغنيه الملتزمه اللي بدات في نهايه مثلا في تونس في نهايه الثمانينات في اوسط السبعينات وقت بدات الحركه هذه حركه الاغنيه الملتزمه ولو انه كل اغنيه هي اغنيه ملتزمه او الاغنيه البديله محمد العجيمي والهدي قله وعلي سعيدان وغيره ثم الحمام البيض امازيغن 81 العام اللي تاسست فيه برشا فرق دونك كانه امتداد لكن خذا شكل اخر متغير مختلف لغه جديده آلات جديده تصور جديد لكن الباهي اللي قعد كيما يكون يحكي بالحسن يقول ثم عندي مسؤوليه انا يظهر لي تعديت المسؤوليه منطق المسؤوليه الكونسيبت هذاك اللي كونه عندك عائلتك عندك شباب عندك تحب توصل صوت تحب تحكي حكايه تحب يونس حتى كحكي على الغنيات الخفيفه اللي عملهم خفيفه بمعنى الرساله خفيفه معناتها محلينا وكل مش عندي ميساجي وهي خفيفه المساعده مش معناتها باستعمال كلمات اللي هي الحقيقه حتى الفريكونس يصيف عليك تحط عليها تيت عرفت ساعات حتى الفريكونس في الموسيقى تكون رزينة على الوذن العبد كي يسمعها يغمق معها برشا فما حاجة خفيفة كونوا مثال في الموسيقى حاجة خفيفة تتسمع دونك اليوم راهو الفلو دانفورماسيون يتعدى بصفة كبيرة عكس قبل نقعدوا نستناو الصباح باش تجي الجريدة باش نقراو الأخبار اليوم في فرشة نص ساعة أكتواليتي تعرف العالم كل صاير فيه نحكيو على الأكس مهم برشا اسمه نجيب الخطاب يلزمنا في الموضوع هذا نجيب الخطاب هو اللي كان حل بيبان الميكرو بتاع برشا فنانين توانسة باش توصلت باش وصلت للشعب التونسي والعرب معناها اي سي امبورتون الناس الاهم الكبارات زيت اللي علاش لازمنا نقدروهم برشا لا تقلق انا باش نجي ونحكي معاك فقط باش نجيك نعطيك تسمع راب اشرف نسمع راب قبل كنت تسمع اكثر بياسر من توا اما توا كيما نقولوا كيوريو ديما مثلا توا ريت الكليف قبيلي ديريكت قعدت مركز معاه معناتها اول ما تعدى قدامي بيت مركز معه وعجبني على الاخر واللي فرحت به اكثر انه بالاحسن عمل حاجه كيما هكايا وهو معناتها هو عملها وحده بالانترنت معناتها كان عنده شد في تليفون وعنده ابليكاسيون اسمها يوتيوب الابليكاسيون هذيك خرج بها الكليب هذاك حاجه هذيا ممكن قبل كانت عرفش انا ما عنديش فكره قبل كيفاش ما نتصور فما برشا نتاع علاقات فما برشا زهر ساعات لازم فما زهر باش صوتك يظهر للعباد باش على الاقل تتعدى في باش توري موهبتك تو عندك اكسي في التليفون نتاعك اللي يخلي حرفيا كل شيء ممكن اوتو برودكسيون تلعب قدام لي فيع قبل باش يستنى باساج باش يقابل عبد يقعد نهارات يستنى تو يمد يهبط كان يعرف يخدم الالغوريتم وحده تو يوصل للعباد نتاعو يكون عنده جست الشجاعه والكونسيستنسي انه بالرسمي يكمل ويقعد ديما يعملوا وهذيك البارتي ماهيش سهله خاطر يقول لك اي واحد نجم يضرب على السوشيال ميديا صحيح اي واحد نجم يضرب تدخل مثلا تلقى فيديو نقولوا احنا نسميهم ساش نابورت كوا رغم اللي اول معناتها كل واحد وكيفاش يراه اما فيديو تراه ضارب على الاخر تدخل البروفيل ما تلقاش فيديوهات كل ضاربه على الاخر اما باش تعمل فيديوهات الكل ضاربه على الاخر كيما الكليبات الكل ضاربه على الاخر كيما الاغنية كل ضاربه على الاخر فما خدمه كبيره قاعده تصير وفما انسان استغل لي كونديسيون اللي توفرت له بالصحيح باش تعمل بيك